اليوم يا أخوة حبيت نتعرف على الأخ أبو خالد، مستثمر فلسطيني في أندونيسيا وصاحب مطعم فلسطين القدس. اليوم زرناه وحبينا نتعرف عليه وعلى المطعم وعلى تجربته. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. الناس كل أرجو أن تكونوا بخير، أرجو أن تكونوا بصحة جيدة. تحية لكل متابعين، نستمع في كل تحية إليكم أينما كنتم. اليوم يا أخوة سعيد جدا ومتشرف أني موجود عند الأخ أبو خالد، بارك الله فيك. سعيد جدا أني متواجد معك اليوم. الله يحييكم، الله يحييكم، الله يرحم والديك، الله يبارك فيك. طبعا يا اخوه، حلقه اليوم راح يكون فيها كثير من الامور. راح نتعرف على الاخ ابو خالد، راح يشارك قصته تجربته، كذلك راح نتعرف على المكان الجميل اللي احنا فيه الان، اللي هو مطعم فلسطين القدس. يعني مطعم فيه اكلات فلسطينيه واكلات عربيه واكلات متنوعه، وباش نتعرف على كل شيء. خليكم معنا يا اخوه، ما تمشوش لبعيد، تابعوا الحلقه باذن الله. ما شاء الله تبارك الله يا اخوه، وهذا المحل من الداخل وديكور شيء ما شاء الله تبارك الله، جميل والله. ايش هذا يا اخي ابو خالد؟ هذه عندنا في بلاد الشام وفي القدس يحطوا فيها العرقسوس. اوكي، وبيلبسها كذا. ايوه ايوه شفت انا، صح صح صح، ايوه. وبيربط هذا، بيصب يعني بطريقه معينه، يكون على وسطه وبيبدا يصب. ما شاء الله تبارك. هذه جايبها معك من هناك يعني من فلسطين؟ والله هذه ودينا الصور وصنعناها في حلب. من حلب. ما شاء الله ممتاز والله. طبعا هذه الدلة الفلسطينية. تمام، دلة اسمها، تسمى الدلة تبع القهوة هذه. ايوه، احنا هنا الشباب هنا بضيفوا الزوار، حاطين فيها شاي بالتوب كذا. اوكي ما شاء الله. هذه القهوة على الرمل، على الرمل، على الطريقة التقليدية الفلسطينية. نعم، فلسطينية، وانتشرت الآن في مينا، في صحيح، في حتى في الأردن حتى كذلك. في تركيا. أيوة نعم، بس يعني ظريفة نكهتها. صح صح، حتى رائحتها ما شاء الله يعني. أيوة ما شاء الله تبارك. هذا هو المكان يا أخو، المحل من تحت طبعا، وبعدين نطلع لفوق، في جلسة لفوق، في طاولات، يعني مكان يصلح للعائلات وكل فئات طبعا. المحل جدا نظيف وراقي، فيه في جلسات هذه يا أخوة، تقدروا تشربوا عصير، تاكلوا شاورما. ما شاء الله تبارك الله. هذه ايش، بقلاوة؟ هذه بقلاوة، انواع واشكال من البقلاوة. وهذا اسمك انت؟ الله يبارك فيك. طبعا هذا ابن الاخ ابو خالد، الله يحفظه ان شاء الله، جزاكم الله خير. هذه انواع من البقلاوة اكلنا منها طبعا قبل شوي. ما شاء الله تبارك الله، المحل جميل يا إخوة، والإضاءة جميلة. هذا طبعاً السحنات والأشياء. تمام، هذه للدلال القهوة العربية. أوكي، وهذا البطل التركي. أوكي، ديكور. هذا للديكور، مسوي ديكور فلسطين. أيوة، أحياناً الناس بيسألوا المسجد الأقصى تمام أي فيهم، هذا ولا هذا؟ اوكي، نقول لهم هذا المساحه كلها المسجد الاقصى، كل اللي داخل السور. نعم، 144 الف متر. كم؟ 144 الف متر. نعم ما شاء الله تبارك. 140 دونم، 144 دونم. ما شاء الله ما شاء الله. وهذه طبعا القدس. نعم، هذا مصحف امي الله يرحمها. ما شاء الله يرحمها، وان شاء الله الجنه، ان شاء الله باذن الله تنال الجنه. هذه القدس، وهذه مكه المكرمه يا اخوه، وهذه فلسطين الحبيبة. احنا عندنا دائما في بيوتنا بنحط مفتاح، بنفهم الأولاد انه العودة ان شاء الله لفلسطين. الله أكبر، نسأل الله تحرير لفلسطين بإذن الله. اوكي، وهذه طبعا اشياء انت حاطها كديكور ابو خالد، ديكور يعطي طابع يعني خاص. انواع القهوة مثلا، القهوة نعم السحريات هذه، والقهوة العربية، صحيح، القهوة التركية، القهوة الفلسطينية. صح، بس يعني حلو المنظر صراحة. ما شاء الله تبارك الله. أخي أبو خالد، من يدري مسجد الأقصى، ما شاء الله. هذا الزيت من المسجد الأقصى. أخي خالد، أبو خالد، هذا الزيت جايبه معك من فلسطين؟ أيوه. ما شاء الله تبارك الله، وصلنا جمعنا يعني على زيت من من أكثر من موسم، يعني صعب الكمية هذه. ما شاء الله، قليلة لكن هي كثيرة. ما شاء الله. طب هذا، هذه شجرة أصلية ولا لا؟ ديكورة زينة.
زينة فقط بس حتى يلي. وهذا القدس الشريف ما شاء الله تبارك الله. هذه بعض الوجبات اللي عندهم، برجر، المقلوبة. أكثر شيء ركزوا على المقلوبة يا أخي، المقلوبة صراحة خطيرة، المقلوبة الفلسطينية جدا جدا رائعة. وعندهم تشيكن ساندويتش، البرجر، يعني بطاطا، الأكلات السريعة، عصاير، قهوة، شاي، كل شيء متوفر ما شاء الله. الآن نطلع للطابق يا إخوة الفوق اللي هو اللي فيه الجلسة. طبعا تحت مثل ما شفتوا طاولات على السريع، يعني جلسات. هذا المكان تقدر تجلسوا فيه، مكان نظيف ومكيف وفيه طاولات. طبعا ما شاء الله تبارك الله. طبعا تلفزيون، هذه بعض الديكورات. هذه فلسطين طبعا، السوق الشعبي في فلسطين. وهذا من الشباب جالسين. السلام عليكم. ما شاء الله منورين المحل والله. ما شاء الله. من معي اخ؟ انا نضال سليم من غزه. ما شاء الله، تشرفين اخي العزيز، اخونا الفاضل. انا شرفك عبود من فرنسا. اهلا وسهلا. من المغرب ما شاء الله، متشرفين ما شاء الله. اول مره تزور المطعم؟ هذه ثاني مره. ثاني مره؟ نعم ما شاء الله. كيف تقييمك بالله عليك؟ يعني ما شاء الله 10 من 10. يعني تحس حالك وكأنك في فلسطين يعني؟ ما نعم نعم ما شاء الله، الإتقان في الطعام وفي الأكل ما شاء الله جيد، حتى الأجواء طيبة، ديكور مباركة، وراعيين المطعم ما شاء الله ناس طيبين، ناس مضيافين. نعم ما شاء الله عليهم مضيافين، ما بيقصوا ما شاء الله مع طبعا الزبائن. يعني ننصح إخواننا اللي موجودين يجوا يزوروا المصنع المطعم ما شاء الله، سواء الفلسطينيين او العرب بصفه عام. اهلا، حياكم الله، جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم ان شاء الله. شكرا. الجو ممطر يا اخو ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه ماكينه الشاورما ولكن تبقى فيها القليل، خلصت الشاورما. وهذه ماكينه الدجاج. وهذا كذلك قسم ثاني ما شاء الله. هذا المطبخ يا اخوة، هنا يسووا الطبخات ما شاء الله تبارك الله. مكان نظيف يا اخوة، اهم شيء النظافة صراحة، نظيف جدا. طبعا هذا المكان، اهلا وسهلا حياك الله ما شاء الله. اسم الاخ؟ عبد الباري. ما شاء الله، اخونا العزيز ما شاء الله. طبعا هذا القسم هو المطبخ، هو اللي يسوي فيه هنا في الشاورما. اوكي، في دجاج شواي والمندي. هذا القسم اللي فيه الشاورما ودجاج شواي والمندي. اوكي، ولكن ما في جلسات هنا، بس في جلسات صار. في جلسات فوق. خلاص خلينا نشوفه. الاخ قال لي في جلسات فوق، خلينا نكتشفه. نطلع لفوق للطابق الثاني. ممتاز جدا، يعني يطلبوا من تحت و اوكي، جلسة حلوة نظيفة، تكييف كذلك، الأمور طيبة ما شاء الله. أعطينا فكرة عن جدول العمل بالنسبة للمطعم. والله جدول العمل بالعادة بنفتح الساعة 10. اوكي، الساعة 9 المساء ما شاء الله. أيوة. يوميا؟ يوميا إلا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة. يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة. أيوة. عندكم طلبات خدمة التوصيل مثلا، شخص حابب يتواصل معكم؟ في رقم لخدمه التوصيل، وفي يطلب عن طريق اقراض ولا برامج. اوكي، انا بنخلي لهم ان شاء الله ارقام التواصل باذن الله. ان شاء الله. مشكورين الشباب، جزاكم الله خير. الله ما شاء الله تبارك الله. في طبعا عندنا هنا في مطعم فلسطين. تمام. ممكن نقدم كافه المناسبات، اللي هو المندي اللحم، المندي الدجاج او دجاج شواية. فهذه الطلبات الخاصه بتكون على التواصل. ممتاز، يعني فينا في عندكم خدمه لما يعني تحت الطلب مثل ما يقولوا، يطلبوا شيء بتجهزوا لهم تحت الطلب، يخبرونا قبل بيوم مثلا. ممتاز. على ساعه الاستلام الكميات، اي كميه ما في مشكله، للمناسبات، الحفلات. أيوة.
بتسوي حتى اكلات معينه مثلا شخص يقول لكم والله انا احب كبسه مثلا بتسوي عادي ما في مشكله الطبخات العربيه بشكل عام شيء علاقه بالرز والدجاج واللحم جاهزين ممتاز الله يبارك فيك انا بنخلي لهم ان شاء الله طريقه التواصل معكم الرقم او موقع او اي شيء باذن الله مشكور جزاكم الله خير شباب المحل جميل يا اخوه ونظيف صراحه انصحكم زيارته يا اخوه بنخليكم العنوان ونخليكم كل شيء شوفوا العمال يا اخوه لابسين ملابس هذه ملابس تقليديه ابو خالد ملابس فلسطينيه ايوه السلام عليكم وعليكم السلام افا كبر الحمد لله ما شاء الله تبايني باكي تراديشنال فلسطين يا ما شاء الله بيسا بسراب سيديكيت سبحان الله اي كمو ها كمو كمو دي ركام مالو ما شاء الله تبارك الله سمانات يا ما شاء الله هذا الاخ ابو خالد الله يحفظه واولاده معه ناس طيبين ناس مضيافين صراحه استمتعت اليوم معهم صراحه كل امانه يا اخوه ليس رمي ورود ولا مدح ما شاء الله تبارك الله ابو خالد وليد حسن من يافا في فلسطين ما شاء الله و... طبعا دراستي في غير مجال عملي اشتغل في مشاريع التطوير العقاري في الاصل ما شاء الله وفي مجال الخدمات ومطاعم واستراحات في عدد من الدول اشتغلت الحمد لله ويعني تجارب متباينة ما شاء الله تبارك طبعا زيارات لإندونيسيا من 10 سنوات زيارات نعم ولكن كعمل وانتقال للأسرة كاملة هنا الحمد لله نعم سنة ونصف هنا في إندونيسيا بالطبع إندونيسيا كل مكان فيه ميزات وفي يعني عيوب شيء طبيعي نعم لكن حسب المعيار اللي الواحد يحدد يعني هل بيقيس على ايش ماذا يريد هو جاي يشتغل نعم جاي يستقر جاي سياحة جاي كذا ثم يذكر الإيجابيات والسلبيات من هذا الجهة ممتاز وثاني شيء كنت دائما أنا بقول يعني أنا كثير شفت مقاطع ليوتيوبرز تمام خاصة من يذكر السلبيات من قبل ما أجي الجاية الأخيرة أنا كنت أجي زيارات بسيطة لكن بنية استقرار ونية العمل وكذا هذه الفترة الأخيرة تمام قبل ما أجي كنت أتفرج فأجد يعني الناس تذكر السلبيات مركز على السلبيات مش بحبها إنما حتى نشوف رأي الناس فمعظم بذكر السلبيات هي ليست سلبيات بالمعنى نعم الحقيقي ليش أغلبهم شباب صغار لم يخرجوا من قريتهم أو مدينتهم أو بيئتهم للخارج إلا إندونيسيا ما بدأ يشوف أشياء هي طبيعية حتى لو استقبل أحسن استقبال وما واجه مشاكل الغربة صعبة طبعا خاصة للي خارج مش سياحة الغربة صعبة اتفق معك بدقق لك مثلا الأكل ونوع الأكل وغريب وبعض العادات اللي مش عارف إيه مختلفة طبعا أي بلد تروحه مختلفة أكيد لكن هو يمتزج بهذا الكلام وتحس فيه الإحساس هذا طبيعي لكن لو جيت لرجل شاف في سني نظرته مختلفة طبعا خاصة إذا كان جرب بلاد أخرى جرب المعاملات سواء إخامات أو جنسيات أو كذا في بلاد أخرى جرب العمل التجاري والاستثماري في بلاد أخرى ما شاء الله جرب كذا لا أدعي أنه صاحب تجربة كبيرة إنما متعددة الحمد لله في عدد من البلاد طبعا فلما يجي القارنة هذه الأشياء كأعمال كاستقرار أسرة الكل ما ذكر بدون تسمية البلاد يجد إندونيسيا على إذا في سلبيات لكنها فوق مقارنة بالشيء اللي شافه وبالتجارب اللي تعدت عليه أنا فاهم عليك المتابعين كذلك لازم تفهم هذا الكلام عنده قيمة كبيرة على فكرة أنا مثلي انولدت في الغربة ما شاء الله طول حياتي في الغربة لم أرجع بلدي نهائي يعني أنت أخي أبو خالد فلسطيني الأصل ولكن مش من مواليد فلسطين لا
مولود في بلد آخر. لأن أبي تزوج أمي خارج فلسطين. ما شاء الله يعني ما شاء الله سبحان الله. و فعشنا في الغربة. فأنا عندما أفطر لا أقارن مثلا مثل شاب جاء جديد من قريته من وسط هذه نعم إلى الغربة نعم. وجد أخيه حيعاني نعم. خاصة إذا بدون رأس مال إذا يعني طبيعي صحيح. ولا لغة ولا لغة حتى لو بلد ضح بلد فيها فيها عمل سيجد مشكلة في اللغة إلا يكون يعني بعض مثلا عندنا في المنطقة العربية ما بيجدوا مشكلة مثلاً في بلاد زي فرنسا مثلاً مين هم اللي ما بيجدوا مشكلة اللي لغتهم أصلاً يعرف دول المغرب العربي المغرب العربي نعم بعض الدول الأخرى ثقافة الإنجليزية دراسة الإنجليزية في المدرسة ساعدتهم طب. اللي ما عنده ولا حاجة أينما وضعته حيشعر بضياع نعم بنسب متفاوت حسب الهمة صح فهذه مرحلة وبتمر فلا يستفت فيها شاب ليس طبعا 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 التجارب والخبرة جدا مهمة الأوراق بيجي كده الأوراق صعبة أنا شفت طيب. أسهل مكان طيب. الدول اللي تنقلت إليها وعشت فيها استخراج الأوراق الرسمية سواء إقامات سواء تسجيل شركة أنا جيت هنا زيارة ثم سويت شركة وسافر لمتابعة عملي في الخارج ورجعت هنا بإقامة المستثمر بدأت هنا اتفقت مع لما دخلت مع المحامي ولكن تمت وأنا برا كنت بتابع أرسل سوالك الأمور بعدين جيت يعني أقول بالنسبة للبلاد اللي تنقلت فيها سكنت فيها عملت فيها لم أجد أسهل منها ما شاء الله من تقصد الإجراءات القانونية القانونية والناس والناس الناس هنا مميزين حقيقة طبعا في اختلاف وكل الشعوب فيها وفيها غالب التدين غالب يعني كما قلت لك أنا مقارن بمجتمعات وبلاد عشت فيها اشتغلت فيها فهذا اللي شجعني على نعم لما جيت هنا استقبلت وجلبت العائلة ما شاء الله كبار من أولادي شافوا التقارير منا ما شاء الله جاءوا يشوفوا الوضع كيف استقر ما شاء الله تبارك الله أولادي وأحفادي ونالك طبعا أخي أبو خالد حسب ما فهمنا من كلامك كانت تجربتك في إندونيسيا جدا إيجابية من كل النواحي يعني من النواحي الإدارية من الحياة الاجتماعية مع الناس أنت شخصيا تجربتك يعني كانت يعني إيجابية ومرتاح خلينا نقوله في البلد طبعا يا إخوة بالنسبة للغربة بكل شخص تجربته يعني فلان ممثل فلان كل شخص ظروفه كل شخص والوضع اللي هو فيه بالنسبة لأخونا أبو خالد كانت أموره جدا سهلة وبدأ في التجارة وفي الاستثمار ونحاول إن شاء الله أخي أبو خالد لو تحكي لنا شوي عن الاستثمار مثلا خلينا نقوله مثلا أنا بسألك سؤال أو بشكل عام مثلا شخص حابي يسافر إلى إندونيسيا ويستثمر ويبدأ في مشروع تجاري من وجهة نظرك في التجارة عندك خبرة ما شاء الله ومن وجهة نظرك كذلك في البلد كم يحتاج على الأقل يكون معه أبو خالد حتى ما يتبهدل خلينا نقول الله يبارك فيك لأن هذا مهم جدا الميزة الجيدة إندونيسيا إنه والآن الوضع الاقتصادي عالميا الوظائف صعبة في معظم البلاد لكن نتكلم هنا للأراضي جو جيد ناس يستطيع يعيش معهم بأريحية وبدون عنصرية نعم فالبلد هذه مميزة ممتاز عن بعض البلاد اللي عشت فيها إنه أنت لما تيجي تقول أنا مستثمر وتتعامل في أوراقك الرسمية كمستثمر وأيضا في بدء مشروع تحتاج رأس مال كبير تمام يعني فوق المتوسط قول لنا أعطينا أرقام الله يبارك فيك ميزة البلد أنت تستطيع تبدأ برأس مال صغير أعطينا مثال مثلا هذا شيء مهم للناس تفيد الناس أبو خالد الله يبارك طيب يعني أنا وجدت ناس أديك أمثلة من ناس تعاملت معهم هنا طيب طيب من البيت من البيت قرن صغير اشتغلوا أشياء للغير الإندونيسيين أو للإندونيسيين اللي عاشوا في دول برا
في دول عربية، في آسيا الوسطى، في تركيا، في أوروبا، تعودوا على بعض الأكل وكذا، سووه في البيت، شغل بيتي، شغل بيتي، هذه اللي تسمى الأسرة، الأسر المنتجة. أيوة، وبسوق على على الإنترنت، وهنا التسويق الإلكتروني هذا ما شاء الله يبيعوا ويسترسقوا، ماشي يعني. ماشي ممتاز هذا، ما شاء الله. يعني حتى إحنا بطلنا نروح نشتري حاجة من الأسواق، صحيح، ولا بالبيت، مجرد رسالة أو طلب بسيط من الجوال. هنا هذا خدم أصحاب المشاريع الصغيرة. أعرف واحد كان يجيب لي بعض الخضار اللي مش موجودة في الأسواق هنا، هو كانت متوفرة عنده، ملوخية، البامية الصغيرة، أيوة، كذا كذا، حاجات عربية متعودين على هذا. فسألته أنا، أنت عملت مشروع زراعي كذا؟ أبدا، ورجل كبير بالسن. أيوة. هو اللهم أنه راح عند المزارعين في بلد هذا الزراعي، وأخذ البذور، حتى بعض البذور وجدوها بس ما بزرع لهم، ما مستحقها، قال لهم أنا عايز كده كده، تمام، والبدنجان قطفوا لي كده، والكوسة كده، ما شاء الله صار يتواصل مع العرب، يوصل لهم لبيوتهم ويطلع فائدته. أوكي، ما شاء الله شغال، ما شاء الله، يعني حسب. طب أنا بتكلم على رأس مال من أقل أقل. أوكي أوكي، هذا ما يكلف شيء طبعا، أنا ما يحتاج لمحل ولا إيجار ولا شيء. ذكر عنده واحد بصنع مخبوزات، واحد بصنع مخللات، واحد بصنع أو عفوا بيجمع من المزارعين بزرعوله وبيوزع للعقل. في ناس بتشتغل حلويات، تمام تمام، في بيوتها أو طبخات عربية أو كثير طبخات كثير، وفي أشياء ممكن تتسوى لغير الاندونيسي، بس أهم حاجة يدرس السوق. صحيح صحيح، لما يجي ينافس البلد، البلد كبير ومستهلك طبعا، مستهلك طبعا. أنا سأضرب مثل يعني، فضل. لأنه اللي بيهتم باستيراد والتصدير بتهمه النقطة هاي، تمام. هنا أغلب الإخوة اللي وجدتهم بيجوا من الدول العربية يشتغلوا في الفحم، تجارة المستهلك. صحيح، كثير منهم أكثر، أو الورق، ورق طباعة، جيد. بعد البرازيل إندونيسيا، أوكي، أحيانا يعني تتفوق بعض أنواع الورق. ثم العود، العود، العود كذلك مطلوب جدا، موجود في اندونيسيا، نعم. فهو كلهم في هالمجال، اضف الى ذلك المطاعم العربيه. فلازم الناس تفكر بشيء جديد يعني، صحيح، افكار جديده. مره انا معايا على تركيا وعلى الخليج عينات، القرفه هنا ممتازه جدا، القرنفل فوق جوده عاليه، الكاجو ممتاز، جوزة الطيب، عندهم بعض الأشياء مميزة. أخذت ما استطعت أسوقها، فأحد التجار الكبار اللي بيستورد على المستوى واسع قال لي والله جبناها قبل أكثر من 30 سنة وما مشيت. قال لي لأنه ذا سببين، بضاعة ممتازة جودتها عالية جدا، فلا تنافس هنا اللي بنجيبه من فيتنام ومن تنزانيا ومن هنا، تمام. الأمر الثاني إنه هناك الأسواق قريبة منها، أسواق غنية ومستهلكة، والسوق المحلي مستهلك، سوق كبير 300 مليون زيادة، والأسواق اللي حواليها اللي بيستوردوا منها اليابان غنية، أستراليا، كوريا الجنوبية، ما في مصاريف زايدة في الشحن والتأمين والجمارك ما بين الدول هذه، فبفضل إنه السوق المحلي والدول المجاورة. لما نقولها لعنا هناك بيصير تكلفتها عالية جدا، ما بتنافس الأشياء أقل جودة واللي هم أثنوا على جودتها. حتى في الكاجو في تركيا عجبهم كتير، أندونيسي وخد يعني بنجيب ما شاء الله أقل جودة، فاللي بيستطيع يسوق في هذه الدول، نعم، في كثير من الأمور يشتغل فيها، صح. حتى الفواكه موجودة أخي أبو خالد، عندك المانجا، الأناناس، يعني تستورد كذلك. يعني إحنا الفترة الجاية إن شاء الله عندنا تجربة تصدير مانجا لبعض، أوكي، مانجا إندونيسية الخليج، يوم جمدة، ممتاز ممتاز، الله يبارك لك، يعني الله يبارك فيك، تمام، صحيح، يستخدموه في العصير، تمام. يعني أنت من وجهة نظرك أخي أبو خالد بالنسبة لإندونيسيا ممكن الشخص يبدأ بأي شيء، يعني حتى برأس مال بسيط ممكن يبدأ. طيب أخي أبو خالد، أنا عندي سؤال لك، في كثير من المتابعين يتواصلوا معي
حابين يهاجروا لاندونيسيا، يقول لي معز الله يبارك فيك كم اجيب معي، كم لازمني ندبر؟ انا دائما نقول جيب قدر المستطاع، كل ما يكون احسن اكثر كل ما تكون الامور اسهل. ما عندي رقم معين، ما ادري يعني انت شوف. انا كثير بيسالوني من الاصدقاء اللي اشتغلنا مع بعض او اللي خلال السوق، فانا ما بقول لحد ايش يسوي، بقول له تعال تعال. يعني انت ناوي تنتقل، ناوي تستقر، ناوي تعمل مشروع، ناوي خسر حق تذكره واستكشف البلد، استكشف شوف انت اي مجال عايز صحيح تدخل فيه واستشير صح 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 من هو اقدم منك وحدد انت حتبدا كيف. وانا ارى انه هنا ولا غير هنا في الظروف العالميه نعم. ما الواحد يحط خطه زي اول 20 سنة تكون خطط قصيرة كذا ويتطور واحدة واحدة. نعم نعم. ما يبدأ بكبير يجربه. صحيح. لا لا. يجرب ويستشير الخبراء. مشروع صغير ثم يتوسع. الله يبارك فيك. إحنا الآن هذا المشروع هذا مش أنا، هو هذا تعريف ولقائي أحبه هذا المشروع، لكن هو مشروعي اللي هو منتزه بيت. نعم هذا لازم تعرفنا عليه أخي أبو خالد إذا كان في إمكانية. الحمد لله المشروع كنا بدأنا على أساس في تركيا، ما زالت الإجراءات شغالة، وكان الخيار الثاني إندونيسيا وماليزيا وباكستان والجزائر. هو عبارة عن بيت المقدس تمام، القدس القديمة، تكون بكل أسواقها وشوارعها وتراثها وكله، إضافة ل ومسجد الأقصى مجسم له كامل بقصة الإسراء والمعراج. ما شاء الله ما شاء الله. من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى المدينة، يعني تروى من خلال مجسمات قصة الإسراء والمعراج. فجيت بدأت في تركيا ثم انتقلت هنا، إجراءات شوي طويلة، جيت هنا قلت نبدأ هنا. الحمد لله تم شراء الأرض، الحمد لله أخذنا الأرض في منطقة سياحية في تمام تابعة لباندونغ، قريبة من باندونغ أوكي، في منطقة كلها منتجعات سياحية، حتكون عبارة عن القدس، مدينة القدس القديمة بأسواقها وشوارعها ومسمياتها وكذا، والصور حتكون بهذه الأشكال تمام تمام، هذه من القدس الصور إن شاء الله. والتعريف هو فيها مطعم كبير مكبر عن هذا، مطعم فلسطيني نعم، لأنه الهدف هو استثماري طبعا تعريفي كذا، ثم سياحي ثقافي، الناس تتعرف على ثقافة البلد واندونيسيا من أكبر بالذات القدس. أنا ما بدي أعرف عن ثقافتي العربية الفلسطينية، لا لا لا، هو القدس هي وقح إسلام طبعا طبعا، اتهم كل مسلم صحيح المسيحيين صح، كنيسة القيامة فيها خاصة حرية فيها، فهي تخص الفئة الأكبر في العالم ما شاء الله تبارك الله. فهو تراث هذا، يعني هو ليس غريب عن هذا، كأنه أنا بعمل له مثلا هنا في جاوة بقدم له مطعم من سلويسيا من فاهم فاهم، فهو القدس ما شاء الله جميل جدا أبو خالد الله يبارك لك. طيب أبو خالد بالنسبة للمشروع متى إن شاء الله تقريبا بإذن الله طبعا يكون جاهز هذا المشروع الجديد اللي هو المنتج؟ إن شاء الله على نهاية السنة 2024، نهاية السنة بإذن الله يكون جاهز وإن شاء الله نوضعنا حجر الأساس بحضور بعض مسؤولين الدولة نعم. هو عبارة طبعا على منتزه كبير وفيه يعني المجسمات هذه، فيه مطعم، حتى فيه واجهته نفس أسوار القدس، بوابته نفس بوابة نعم نعم العمود، باب العمود في القدس نعم الأبواب، وحتى التصميم إن شاء الله لما يدخل الزائر لن يرى المحيط تمام، يعني إذا تطلع من شباك حيشوف قدس ما شاء الله تبارك، تطلع ومن ما يدخل حيشم رائحة القدس، سوق القطانين حيكون موجود ما شاء الله بنفس طرازه بنفس مساحات الدكاكين والشوارع ما شاء الله، ويبيع نفس الأشياء ثم هو يشم رائحة مقدسية، يسمع صوت سواء الأناشيد يعني مقدسية، الزائر من عند البوابة حيضيف قهوة قهوة أو شاي على الطراز، الله أكبر، يعني وكذا، والجدار حيكون حجارة
شبه حجارة القدس وجدنا هنا مقالع الشغل هذا الحمد لله, حيث أن الحواس الخمسة تكون بالضبط. يعني القدس. يعني الزائر يحس نفسه وكأنه في فلسطين, ما يحتاج يروح فلسطين, هو يحتاج يعني في ناس ما تقدر تروح. أبو خالد هذه تشويق, يعني تشويق صح صح صح, تشويق صح. ليس بدل صح صح, ما في بدل, لا أكيد تشويق. أيوة حتى تشوق الناس, تعرف الناس. يوسف أقول لك بعض الدول الإسلامية مثلا لما تيجي تكتب على مترجم القدس أو بيت المقدس يكتب لك أورشليم. ها لا عايزه يعرف, زي الآن في الأحداث الأخيرة الناس فهمت أسماء مناطق وأسماء قرى وأسماء ما كانت تعرفها, فلازم يعرف. لأنه كما قلت لك أنا ما معني مثلا أشرح عن بلدي المعين لأي ناس بتفاصيل, إنما القدس هي بلده, بلد كل مسلم وتهم كل شخص موحد. أيوة. طبعا هذه هي بلده حقيقة فلسطين. نسأل الله أن ينصر أخوانا فلسطين وعاشت فلسطين حرة حرة بإذن الله. الله ينصر أخوانا فلسطين, ينصر مجاهدين وعاش فلسطين. أخواني الكلمة تفضل عليكم أنه يسمعوا في اليوتيوب ولكن يراعوا المتحدث وخبرته. نعم. والذي جرب العمل في بلاد أخرى اسأله. تمام. لا أظن أن من جرب العمل في بلاد أخرى مستثمر. أنا أتكلم على طبقة المستثمرين. أتكلم على التجارة المستثمرين. اسألوا وشوفوا كلامه. بارك الله فيك أخي أبو خالد. قبل شوي ذكرت أنك اشتريت أرض وقاعد الآن في إنجاز المشروع إن شاء الله اللي راح يكون جاهز بإذن الله في نهاية آخر السنة. الآن المشاهد ربما يتساءل يقول كيف الأخ أبو خالد أجنبي واشترى الأرض؟ يعني في ناس تعلم وأنا كذلك أعلم لحسب علمي المتواضع أنا ممنوع عن الأجنبي تملك العقار إلا بشروط معينة, هي تكون الأرض باسم الشركة أو زوجة. يعني بالنسبة لتجربتك أنت كيف اشتريت الأرض؟ عملت الشركة وسجلت الأرض باسم الشركة. يعني الأرض الآن باسم الشركة, ما في أي مشكلة؟ لا شركتي شركة إيليا. طبعا إيليا من أسماء القدس أيضا. تمام. تسمية نبوية ما شاء الله تبارك الله. فهي هنا شركة إيليا مسجلة رسمي, وأيضا المشروع منتزه بيت المقدس سجلناه رسمي بحيث أنه لما نعمل فروع في بلاد أخرى أو داخل إندونيسيا أو خارجها صحيح بنفس الاسم. طيب ممتاز جدا. سمعت يا إخوة بالنسبة لشراء العقار ممكن في إندونيسيا تفتحوا شركة ويكون يعني الأرض هذه أو العقار باسم الشركة. ولكن السؤال أخي أبو خالد الله يبارك فيك, ما نوع الشركة التي تخول الأجنبي أن يشتري العقار؟ هل في شركات معينة أو أي شركة حتى يستطيع مثلا الأجنبي يشتري أرض أو بيت أو كذا؟ هنا طبعا عندهم موضوع الشركة في تخصصات, يعني في أنواع شركات تشتغلها أنت كأجنبي لحالك, في أنواع لازم يكون مع شركة إندونيسي. أوكي. في أنواع أعمال لابد يكون الإندونيسي أكثر من 50% على حسب المجال, وفي مجالات ممنوع على الأجنب. عندك على فكرة أبو خالد هذه ولا لا؟ يعني تقريبا يعني مجالات التعدين. مجالات إيش؟ التعدين الذهب والكروم والكذا. أوكي. هذه ممنوعة؟ هذه تدخل كشركة لازم يكون الشركة الإندونيسية أو الشريك الإندونيسي أكثر من 50% في أمور الذهب والأمور هذه. أيوة. طبعا الممنوع اللي هي ما تخص السلاح وما تخص أما التعدين النفط والغاز وكذا ممكن شركات أجنبية ولكن بالنسبة للإندونيسية شروط. نعم. عندك بعض المشاريع الأخرى لا أقل. تمام. اللي هي بحتاج عندك متى بتحتاج شركة إندونيسية؟ إذا أنت لك أكثر من 50% فهي شركة أجنبية. طيب. حتى لو معك إندونيسية. طيب. كل ما ينطبق عليك كأجنبي شركة أجنبية سواء معك إندونيسيا أو ما معك حين. طيب. إذا أنت بدك تقدم قروض تأخذ قروض من البنك أو تشتري أشياء بالتقسيط, هنا لازم معك إندونيسي مواطنة. أما إذا أنت ما بتحتاج هذا الشغلتين
ممكن طيب شركة. طيب أخي أبو خالد، الآن ربما المشاهد يقول والله أنا حاب أسوي مثل الأخ أبو خالد، يقول أنا مليت مثلا من البلد اللي هو فيه، حاب أستثمر وحاب أروح. طبعا فهمنا أن المشاريع متاحة بأقل إمكانيات ممكن الإنسان يبدأ، مو بالضرورة يكلف على نفسه ويكون معه فلوس كبيرة حتى يبدأ في التجارة، ولكن طبعا قبل المشروع لازم شركة حتى يقدر يقيم وإقامة. طيب أخي أبو خالد، الشركة هذه كم تكلف مثلا؟ شخص كم لازم فلوس حتى يسوي الشركة هذه؟ الشركة 2000 يعني حسب المكتب اللي نسويه، من 2200 دولار حتى في 1800 بحسب المكتبة، لا 2800. هنا بتبعها ايش؟ لانه الاشخاص اللي بدك تسجلهم وتاخذ لهم اقامات، يعني بعضهم يقول لك انا بسوي لك شركه مع فيزتك واقامتك، الباقيين لا، كل واحد بيدفع لحاله. بعضهم يقول لك لا انا باخذ مبلغ كذا بسوي الاثنين، بعضهم يقول لك لحد 5 يعني. فمثلا انت بدك انت وزوجتك اولادك فوق ال 18 لازم تدخلهم مساهمين، طبعا اقل من ال 18 والزوجه تمام. ايوه هذا اقل ما شاء الله تبارك الله. يعني اذا تكاليف الشركه حسب ما تفضلت مش مبلغ كبير، امور بسيطه يعني. ويسرها وين استثمرنا في بعض البلاد ويفرض عليك مبلغ معين الدخل لازم يكون موجود في الحساب، لازم يكون هنا ما مش انه ما موجود، هو مكتوب انه احنا نتجاوز عن هذا، يعني عشان ما حد يفكر إن والله استغفل حد، لا نعم نحن بنتجاوز. تأجر عندك 3 سنوات لأنه ممكن أنت ما عندك، لكن تستقطب رؤوس أموال، تدرس البلد، تجيب أهلك، تستقر، ما مطلوب تدخل الآن بس يعني متسهلين. يعني حسب ما سمعت كلامك أخي أبو خالد، أنت شخص مجرب، يعني مو أي كلام، شخص مجرب، أن الاستثمار جدا ميسر، يعني ما في تعقيدات من ناحية الإقامات، جيب زوجك جيب أبنائك، الأمور طيبة جدا مقارنة بدول أخرى. يعني إحنا ما شاء الله عدد عائلة الآن كبير بأبنائي وأحفادي وأهل بيتي، والله ميسر الحمد لله. حتى نشوف بعض الناس يقول لك إقامات ومقامات، يا أخي بتروح قسم الأجانب هنا معاملة حسنة لطيفة كذا، يرحبوا بك، خلال ساعات بتخلص ما شاء الله. في أي طيب الله يبارك يعني أخي أبو خالد، ما نقدر نقول يعني للشخص اللي حاب يهاجر لإندونيسيا يجيب معه مبلغ وقدره كذا وكذا، ما في، ما نقدر نقول هذا الكلام. كل شخص وضعه، كل شخص وضعه والشغل اللي بده يشتغل، والشغل بده يشتغل. هو يجي هو شاطر مثلا يعني بالفتح الأسواق، في ناس ترى ما عندها رأس مال بعرفهم، لكن أجا هنا درس الوضع وما شاف فتح رأس، فتح أسواق في موضوع الزيوت، هنا زيوت راقية جدا، زيت النخيل، زيت الهند، فتح أسواق في الدول الإفريقية والدول العربية ما شاء الله، جاب من هناك ناس وصار هو وسيط يعني وما شاء الله الله يبارك في الورق، في الفحم، في البخور، في كذا. طيب. لازم يكون عنده رأس مال، لكن أهم حاجة يجي جنب، يجي جنب يعني السوق كبيرة والبلد كبير، ولا يستهدف يعني اللي بده يجي يفتح في خطأ بقع فيه الناس، يجي على طول كده مطعم عربي، استهدف السياح والعرب، هذه مشكلة صراحة. هذول نسبتهم كم في 320 مليون وغير موجودين باستمرار، يعني في فترات يروحوا للأندوني، يعني احنا كله كاتبينه بالأندونيسي طبعا طبعا. انت وحتى عندنا بعض السلطات بعد النكهات الأندونيسية، الأخوة الأندونيسيين قبل ما نحط الحاجة بنعدل عليها، اكيد اكيد هذا شيء طبعا طبعا مقبول، هذا طبعا مقبول جدا صحيح صحيح، في شويه تعديلات حتى يتلائم مع فشيء العربي بيعجبه بياكل الاندونيسي، شيء مهم جدا. الاخوه اخي ابو خالد، الاخوه يحبين يستثمروا في اندونيسيا، انا ما يستهدفوا السياح والعرب، يحاولوا يستهدفوا المواطن، المواطن موجود على طول السنه في السفر، اما السائح يجي فتره وما يروح يعني مستهلك بشكل سبحان الله. اكيد فلازم لو عندك مثلا افكار اخي ابو خالد، الناس تتبع فينا يقول لك مثلا ايش ممكن اسوي انا في اندونيسيا، ممكن في ناس ما عندها خبرة في التجارة. أنا هذا لأنه صعب، ليش؟ التجارة لا، هو زي ما قلت لك التوابل، الكاجو،
اوكي يعني الافكار كثيره يعني، لكن احنا بلادنا كم مليون؟ اكبر بلد كم مليون؟ هنا بتتكلم على 320 يعني عدد الدول العربيه الكل 24 دوله تقريبا يتوافقوا مع ايوه. بتتكلم على يعني احنا الحي اللي احنا فيه هذا تعداده بعد دول العرب صح، جاكرتا قد تونس يعني، سكان جاكرتا قد تونس دوله كامله العاصمه. لهذا ليش انا بقول يجي يجي نظرتي غير نظرتك. فهمت عليك فهمت عليك. يعني انا مثلا في برا شغال في النصارى وما زلت هنا ما اشتغلت، ليش؟ لانه لقيت كثير من الاخوه اللي بيجوا العرب عقار عقار تعجب. وايضا طريقه تسويقه، هو المطر يستنى عربي يشتري منه لانه بيبني بذوق غير الذوق الموجود، مواصفات عربيه. العربي اللي يجي حتى بيقدرش يشتري من هنا بالمواصفات الاندونيسيه مفتوحه على بعض كذا. احنا بنحب حوش وسوق عاليه يعني، واذا سويت بالمواصفات تبعتنا هنا مو وحشه بالنسبه لي. مفتوح صح صح. فهذه بتدراسات. الله يبارك فيك أخي أبو خالد، ما قصرت والله، معلوماتك جدا طيبة وتجربتك. أي أحد من الأخوة من أي مكان نختمه إذا عنده استفسار بما أستطيع أن أخدمه فيه بإذن الله. ما عندك مشكلة، الله أنت إنسان طيب أخي أبو خالد، إنسان مضياف وكريم وما قصر معنا ولا متشرفني معه. نختم اللقاء بنصيحة أخي أبو خالد ونكمل اللقاء بإذن الله. نصيحتك على حسب وجهة نظرك للأخوة اللي حابين يسافروا لإندونيسيا، موضوعنا ليس السياحة، السياحة هذا موضوع ثاني، للناس اللي حابة تستقر وتعيش في هذه البلد، لو تنصحهم أخي أبو خالد وجه الله باختصار. أنا جربت سعادة بلاد بدون تسميات، أفضل مكان تربويا وجدته أخلاقيا لأسرتي هنا. هنا بالنسبة لك أنت يعني تجربتك أنت. أيوه أنا شعوب مجتمعات محافظة طبعا مسلمين، فأفضل مكان ناسبني هنا من حيث المظهر العام مرتاح يعني. أيوه جدا الحمد لله، أمان أمان تعتبر أمنا ما شاء الله. حفيدتي الصغيرة تروح الدكان تشتري عادي جدا. أيوه عمرها 3 سنين، أنا في محل ما كنت عايش ما في، مستحيل هذا الشيء، مستحيل تطلع من باب البيت نخاف، أما الآن هنا أمان. الله يبارك فيك أخي أبو خالد، ما قصرت وجزاك الله خيرا. ولا تنسوا يا أخوة تزوروا الأخ أبو خالد، إن شاء الله تحصلوه ما يقصر معكم، يقوم بالواجب، يستقبلكم بكل سرور ومحبة وتواضع. راح نخلي لهم إن شاء الله الموقع والعنوان، هذا طبعا المطعم هو تعريفي فقط يعني، ولكن إن شاء الله المشروع القادم راح يكون مشروع بإذن الله أكبر في عدد من المدن، في عدد من المدن. نعم حيكون في باندو، في جاكرتا، في ما شاء الله سرغايا إن شاء الله. إن شاء الله لما يفتح هذا صوره في فيديو بدنا. شكرا جزيلا أبو خالد، الله يبارك فيك، بارك الله فيك، حفظك الله. طيب الشاشة عارضين فيها مقاطع من فلسطين أبو خالد، حتى تعرفوا الأخوة الأندونيسيين على أهم معالم مدن فلسطين. نعم مركزين على القدس وباقي المدن. ما شاء الله الله يبارك لكم إن شاء الله. حاطين اللوحات هذه اللي حنسويها في المشروع الكبير. أوكي السوق هذا مأخوذة من السوق القدس، في القدس السوق الشعبي، الشوارع حتكون بهذا الشكل. أوكي. من الحجر والممرات الناس حتدخل نعم تتجول في الشوارع، والحجم راح يكون كبير يعني احجام كبيره. ايوه تقريبا بالحجم الطبيعي، عرض الشارع طوله نعم نعم يعني ايوه حيمشي فيه يعني يحس نفسه وكانه في فلسطين جوا 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 القدس نفس الاجواء. وهذا الشباك ايش حكايته هذا؟ لا هذا عشان المنظر ديكور. اوكي وحنسوي الشارع هذا، حيكون عندنا في الأساس في هذا تمام اللي هو شارع صلاح الدين وشارع عمر بن الخطاب. ما شاء الله. ومنها حيدخل على البيت الفلسطيني يشوف البيت الفلسطيني يصوره وسوق القطانين. ما شاء الله. البوابة الواجهة الرئيسية حتكون بهذا الشكل. أوكي. بالتصميم السور ثم باب العمود المدخل الرئيسي من الحجر أبو خالد. كله حجر يعني. ما شاء الله تبارك الله، والمشروع طيب جدا. وهذه كذلك راح تكون موجودة هذه؟ لا هذه لا. لا حيكون شكل آخر. ما شاء الله ما شاء الله. أخونا أبو خالد الله يبارك فيه نزل لنا أشهى وألذ الأطباق اللي موجودة عندهم في المطعم، مطعم فلسطين القدس. ما شاء الله عندهم أطباق متنوعة جدا
وكذلك الأكلة الشهيرة التقليدية أكلة المقلوبة، أنصحكم بتجربتها يا إخوة. ما شاء الله تبارك الله. وصلنا لنهاية الفيديو يا إخوة، كانت هذه حلقة اليوم. انتظروا الجزء الثاني من الحلقة اللي فيها تجربة المأكولات اللي موجودة في مطعم فلسطين القدس، راح نجربوا الأكل ونقيمه. جزاكم الله خير، نتقابلوا في فيديو جديد. رمضان مبارك، ولا تنسوا الصلاة على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.